مرحبا مشاهدينا الأكارم. لا حديث يعلو على نزاهة الانتخابات وشفافيتها مع قرب استحقاق تشرين طبعا. لا قلق أكبر لدى المرشحين، لدى الناخبين على حد سواء من قلق التزوير والتلاعب بالأصوات. مع بدء العد التنازلي للسباق الانتخابي المقبل، أعلنت الحكومة العراقية كما يعلم الكثير عن عملية نوعية أجهضت فيها محاولة لتزوير الانتخابات المقبلة. هذا الموضوع إلى سبق يسجل لحكومة السيد الكاظمي في هذا المجال، على اعتبار أنه ما شهدنا حكومة أعلنت عملية تزوير في الحكومات الماضية. إحباط عملية التزوير التي كشفت الحكومة تفاصيلها للرأي العام بعثت بمشاعر، بعثت بردود أفعال متباينة بين من اعتبرها رسالة اطمئنان بجدية الحكومة في ضرب المزورين، ضرب المتلاعبين، وبين من رأى فيها بأننا نقبل على محاولات تزوير شرسة، ما يجعل الأجهزة المعنية أمام تحديات، اختيارات، اختبارات كبيرة. وسط هذا كله ما تزال طبعا المخاوف تبرز من تكرار سيناريو 2018، تلك الانتخابات اللي جعلت العملية السياسية في حينها على مفترق طرق، وما تزال آثارها شاخصة وتداعياتها ماثلة إلى حد اللحظة. هل سنحظى بانتخابات تتوفر فيها أدنى شروط النزاهة والسلامة بالشكل الذي يعيد ثقة المواطن والشارع، تسهم بتشكيل معادلة حكم مريحة، معادلة على الأقل مرضية لكل الأطراف؟ زين، شلون راح تأثر المشاركة الشعبية من عدم المشاركة بالحد من التزوير أصلاً؟ ماذا عن الفاعلين السياسيين الذين عادوا للمشهد الانتخابي مجددا؟ أيها الأكارم، محاور عديدة وغيرها ستكون هي محاور حديثنا لهذه الحلقة، ابقوا معنا. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الأكارم، ضيوف الأكارم أيضا لهذه الحلقة السيد يحيى المحمدي النائب عن تحالف تقدم. السيد يحيى مرحبا بك. مرحبا، حياك. أيضا مشاهدينا الأكارم سيد رياض المسعودي ضيفا عزيزا عبر تطبيق سكايب، النائب عن تحالف سائرون. سيد المسعودي مرحبا بك، حياكم الله أخي العزيز. حياك الله. خلي أبدي مع ضيفي داخل الاستوديو السيد يحيى المحمدي النائب عن تحالف تقدم، أرحب بك مرة ثانية. نبدأ الحديث. إعلان الحكومة إحباط محاولة لتزوير الانتخابات، هذا حدث ما شهدناه في العمليات الانتخابية سابقا، لا قبل ولا بعد العمليات اللي صارت. سؤالي، هذا شقد يشكل يعني رسالة مبشرة للانتخابات القادمة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيت لك والمشاهدين وللأخ الزميل دكتور رياض. طبعا هذه الحادثة أو هذا الموضوع هو يعني يعطي إشارة إيجابية لحكومة السيد الكاظمي بجدية تهيئة الأجواء والبيئة الملائمة لإجراء الانتخابات، وخاصة وخصوصا بأن السيد الكاظمي عند توليه للحكومة ضمن برنامجه الوزاري كانت هذه هي من أولوياته، وهو إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وتوفير بيئة ملائمة. فلذلك على طول الفترة الماضية إجراءات الحكومة التي رأس السيد الكاظمي واضحة جدا لكل الكتل السياسية بأن الحكومة عازمة على تهيئة الأجواء والبيئة الملائمة لإجراء الانتخابات من خلال تشكيل اللجان الأمنية وكذلك توظيف الوزارات وكل الحكومة لتهيئة الأجواء المناسبة، وخاصة وخصوصا وحضرتك تكلمت في بداية الحلقة بأن انتخابات 2018 قد شابها ما شابها من لغط واتهامات وتزوير من هنا وهناك، ولكن أنا أعتقد تشخيص الحكومة وقراءة الواقع الماضي بشكل جدي وتشخيص نقاط القوة والضعف الآن هي تترجم على الأرض بوضع خطة متكاملة. طيب، تشترك بها الجميع سواء كانت المفوضية ومن خلال قانونها والتعليمات أو من خلال الإجراءات التي تقوم بها الحكومة وخاصة بالجوانب الأمنية. طيب سيادة النائب، أساني أفهم اللي تفضلت به ربطا أو مقارنة ما بين انتخابات
انتخابات 2018 واللي صار آخرها، يعني ما اكتفوا بالتزوير، أنا ما أريد أتبنى رأي، لكن الواقع يتحدث في حينها، يعني آخرها صار حرق صناديق الاقتراع، وبين التركيز والضغط من قبل دولة رئيس الوزراء والفريق اللي شكله، اللجان اللي شكلهم مثل ما تحدثت حضرتك لمتابعة وغاية المضي بانتخابات شفافة ونزيهة. لكن هسه يبرز سؤال يقول، أنا أتحدث مع نائب عن لجنة قانونية، يعني شلون أكو تزوير للانتخابات ما قبل الانتخابات؟ هذا تساؤل يحتاج لإجابة، شنو شكل التزوير اللي تم السيطرة عليه؟ شوف أستاذ، يعني نتكلم بواقعية في كل دول العالم، ومن ضمنها أمريكا بانتخاباتها الأخيرة كان الكلام واللقط بشكل كبير جدا بمسألة الانتخابات وعمليات العدو الفرز والتصويت والكذا، كان هذا واضح. وأنا أعتقد في كل دول العالم عند إجراء الانتخابات يكون من هذا النوع، ولكن بالعراق احنا يعني وضعنا يختلف، الأرضية مهيئة والأجواء مهيئة والمراحل السابقة أيضا مهيئة، يعني إشارات واضحة بأنه يعني عمليات التزوير لربما تكون واقع حال. تقصد المراحل السابقة تهيئ للمرحلة الانتخابية القادمة؟ لا أنا أتكلم من 2003 ولحد الآن، الدورات الانتخابية اللي صارت أو الحكومات السابقة يعني كل المراحل كانت أيضا يعني خلينا نقول تطعن بنتائجها، سواء كان من مراقبين أو من كتل سياسية، يعني فبكل الأحوال ماكو انتخابات هي نزيهة 100% في العالم كله. باختصار من 2003 لليوم، أعتذر عن مقاطعتك، لم نشهد انتخابات نزيهة 100% أبدا، والعالم كله هذا في شيء مثالي وشيء خيالي، هذا ما موجود. كيف نحن في العراق في احنا في وضع معقد ومركب ومتشابك، فبالتالي توقعات الفساد أو العفو التزوير توقعات واقعية وربما تقع، ولكن اليوم دور الحكومة هو للحد من عمليات التزوير، للحد من عمليات التزوير، لأن اليوم الواقع البلد ويعني واقع فيه تقاطعات وتجاذبات وفيه سلاح خارج نطاق الدولة وفيه احترافية وفيه يعني مراقبة خلينا نقول ضعيفة، يعني هناك مؤشرات كثيرة توحي بأنه يعني عملية الانتخاب لا تجري 100%. لذلك اليوم هو دور الحكومة ودور الكتل السياسية ودور المراقبين والأمم المتحدة هو في كيفية ضمان إجراء الانتخابات بأعلى درجات. الحكومة قامت بدورها، يعني جزء تأخرت على السيد رياض، يعذرني السيد رياض، الحكومة قامت بدورها بكشف هذه المجموعة. هذه مجموعة، باقي اللي النقاط اللي تحدثت عنها من كتل سياسية أمم متحدة وإلى آخره، هذه واقعة. لربما هنالك يعني مجاميع أخرى تحاول، لربما ممكن يعني يعني الجو الانتخابي أو الجو السياسي العراقي والجو المعقد موجود بالعراق، يعني واقعا ممكن تكون هكذا حالات، ونتوقع أن تكون هكذا، ولكن اليوم هو دور الحكومة. وأنا شفت لقاء أعتقد حتى في برنامجكم للسيد وزير الداخلية دا يتكلم بإجراءات صارمة تقوم بها الحكومة منذ الآن إلى يوم التصويت وأثناء التصويت وأثناء وبعد التصويت أثناء نقل الصناديق. فالحكومة إشارة واضحة عندها بأن محاولات التزوير ربما تكون موجودة وبأعلى مستوياتها. أرجع أتحدث مع حضرتك فيما يخص الإطمئنان كمرشحين وحقوقكم وأصواتكم، قد يكون هنالك تلاعب أيضا بهذه الأصوات. بعد ما أتوجه أرحب بالسيد رياض المسعودي النائب عن سائرون. سيد المسعودي أرحب بك مرة ثانية وأعتذر أنه تأخرت على حضرتك المحترم، مرحبا بك. حياكم الله أخي الكريم. حياك الله سيد رياض. الحكومة اليوم أفشلت محاولة لتزوير الانتخابات، هذه المحاولة تم تحركت هذه المجموعة لتزوير الانتخابات أصلا ما قبل الدخول في الانتخابات. سؤالي هنا وبكل بساطة، راح تكرر مثل هكذا عمليات؟ هل هنالك احتمالية لتتكرر مثل هكذا عملية مثل ما أيضا تحدث ضيفي داخل الاستوديو السيد يحيى؟ طيب لو اليوم الحكومة، لا نقول حكومة السيد الكاظمي هي لهم بالمرصاد وفوقهم وين ما حاولوا يزورون انتخابات، تفضل سيد رياض. بسم الله الرحمن الرحيم، التحية طيبة خالصة وصادقة لك يا أخي الكريم، حياك الله، ومن خلالك إلى مستمعي ومشاهدي فضائية الشرقية الكرام، كل الهلا، والتحية موصولة إلى زميلي الفاضل والأخ الصديق والخلوق سيادة النائب يحيى المحمدي المحترم، حياك الله. وفيما يتعلق بتوزيع الوقت فأني وسيادة النائب واحد، الوقت متاح لحضرتكم
توزعه كيف ما تشاء. شخص محترم، أشكرك، أشكرك على هذا الإطراء. جانب آخر مهم سيد الكريم اللي تفضلت به حضرتك كله يسمى الأمن الانتخابي. العنوان الأسماء الأمن الانتخابي، والأمن الانتخابي بكل تأكيد هو موضوع في غاية الأهمية، ويشكل العقبة الكداء الكبيرة بوجه شفافية ونزاهة ومصداقية النتائج. فيما يتعلق بموضوع التزوير، التزوير على نوعين وعلى مستويين. تزوير يتعلق في تغيير نتائج الانتخابات، وهذا صراحة يعني فيه مخاوف كبيرة، وهذا يكون بالجانب الإلكتروني من خلال قيام بعض الجهات السياسية بالتواصل سواء مع أفراد أو مع الشركة أو مع جهات أخرى. شنو هاي الشركة؟ عندك معلومة عن هاي الشركة؟ اسم هاي الشركة؟ شنو هاي الشركة؟ لا، أنا أذكر حضرتك عن طريق يعني الذي يرغب بالتزوير في تغيير نتائج الانتخابات. هذا دائما يحصل بعد الانتخابات، يعني بعد ما يتم الإدلاء بالأصوات. طيب. هذا يسمى التلاعب بالنتائج. هذا طبعا تزوير كبير وخطير جدا، وهذا صراحة الحكومة العراقية جاية تشتغل عليه، لأن العملية الانتخابية بثلاث أطراف، الطرف الأول المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، والطرف الآخر الحكومة، والطرف الثالث هي الجهات الرقابية والتي تشرف على إجراء هذه الانتخابات، سواء جهات دولية أو بالداخل العراقي أو من خلال القوى السياسية. دكتور رياض اللي أعرفه عن حضرتك، اسمح لي أقاطعك، اللي أعرفه عن حضرتك المحترم تتحدث بثقة وبقوة وعدم خوف. السؤال هنا، أكو جهات، أكو كتل تتحرك حاليا باتجاه مثل هكذا، شركات تتلاعب بنتائج الأصوات ما بعد الانتخابات؟ نعم، بكل تأكيد. بكل تأكيد هنالك جهات سياسية في الداخل العراقي عندما تستشعر الخطر، وهذا الخطر معناته عدم الحصول على الأصوات التي يمكن أن تمكن هذه القوى السياسية من أن تكون لاعب أساسي في مستقبل العملية السياسية في العراق، بكل تأكيد تسعى بشكل جدي. وعندما نقول تسعى، عليها أن تفكر، وبعد التفكير التخطيط، وبعد التخطيط عملية التنفيذ. هذه مجريات العملية بشكل مبسط كما ذكرتم. طيب سيد رياض، اليوم أنتوا كتيار صدري، أنتوا كسائرون، أنتوا ثقتكم بنفسكم يبدو عالية، ما تهتمون يعني أصواتكم، قاعدتكم الشعبية الانتخابية، قاعدتكم الجماهيرية هي واضحة، هذا رقم زائد هذا رقم يساوي هذا رقم، المعادلة واضحة. من الجهات التي تتخوف من الانتخابات القادمة؟ لدينا الجرأة أن نتحدث بالأسماء وبالجهات سيد المسعودي، تفضل. يعني لا شك هناك مؤشرات، أما الجهات بعينها بكل تأكيد لو كانت تتوفر أسماء أو جهات لذكرتها بكل تأكيد. تحدث لي عن المؤشرات. إن هذه مسؤولية أخلاقية. الجانب المؤشرات اليوم بالعراق، أولا سيد الكريم، المنافس على مستويات مختلفة، مرة على مستوى العراق، ومرة على مستوى الأحزاب، ومرة على مستوى المناطق. يعني اليوم على سبيل المثال في إقليم كردستان الصراع بين الحزب الديمقراطي من جهة والاتحاد من جهة أخرى. في المناطق السنية، أقصد المناطق السياسية يعني وليس المكوناتية، المكونات السياسية السنية فيها حزب تقدم وفيها حزب عزم. في المناطق السياسية الشيعية فيها هناك 5 إلى 6 قوى سياسية. بالتالي اليوم التلاعب سوف يكون داخل المكونات السياسية، لأنه لا يوجد لوجود سياسي شيعي في المناطق السنية، ولا يوجد تواجد كردي في المناطق الشيعية، وهكذا. هذه الصراعات بكل تأكيد سيد الكريم، عندما نذهب إلى المادة 76 ثانيا من الدستور، واضح أن الكتلة السياسية الأكثر عددا هي التي سوف تكلف من قبل فخامة رئيس الجمهورية، المنتخب طبعا من قبل مجلس النواب العراقي. وهذا يبين لك طبيعة العلاقات في تشكيل الحكومة في بناء العملية السياسية. إذن القوى السياسية التي ستكون مقاعدها قليلة جدا سينتابها التفكير في إيجاد آلية لكي تبقى في العملية السياسية، أما ترضخ وتقبل بالنتائج أو كما سمعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي لقاءات بشكل مباشر أمام حشود من الجماهير، أنه بعض القوى السياسية من الآن ذكرت وجود نوايا
وهذه النوايا تعني لأنه وجود مؤشرات. بالتالي هذه المؤشرات قد تترجم إلى أفعال، لأنه القوى السياسية من الآن المرحلة الأولى اللي ما ذكرت لحضرتك هي اشتغلت عليها، هي مرحلة تزوير، ولكن بأي آلية؟ بآلية حرف إرادة الناخب، مرة بالتهديد، مرة بالابتزاز، مرة بالترغيب، مرة صراحة بالمال، بالتهديد الطائفي العرقي. هذا موجود اليوم؟ هاي التهديدات موجودة اليوم؟ نعم هذا موجود على قدم وساق. هذا موجود وين؟ بالساحة الكردية السنية في جميع وين؟ في جميع المحافظات سيد الكريم. موجود في جميع المحافظات. هنالك تهديد، هنالك وعيد، هنالك ترغيب، هنالك ترهيب، هناك دفع أموال، هذا موجود. هذا ما تستطيع الحكومة أن تتدخل به لأنه واسع النطاق وفضفاض ويحتاج إلى وقت ويجيب فلان ورد فلان. لذلك هذا موجود وماشي استخدام الأموال، استخدام مقدرات الدولة، ولكن الحكومة بنقطة بس أكمل لك هاي الفكرة. تفضل. الحكومة قد قررت الذهاب باتجاه مواجهة التزوير الإلكتروني، أي حرف النتاج بعد إجراها. خليني أسألك هذا السؤال حتى أرجع لضيفي داخل الاستوديو. أشرت لنقطة مهمة ما أقدر أغادرها فيما يخص الخلاف السياسي بالساحة الواحدة. عندنا ثلاث ساحات بديهي، كردية سنية شيعية. الخلاف الكردي بين الحزبين الكبيرين هناك، والخلاف السني بين الحزبين الكبيرين أيضا في الساحة السنية، وهم جميعهم يعني إخوة أعزاء وأحبة. إحنا مو بقصد أنه نستهدف جهة معينة، حتى الساحة الشيعية. لكن الغريب اللي لفت نظري سيدي العزيز حديثك أنه قلت ست أحزاب أو جهات تتصارع فيما بينها، خمس ست جهات أو أحزاب شيعية. سؤالي، الخصومة الشيعية متوسعة في هذه الفترة؟ الخلاف الشيعي متوسع في هذا الفترة؟ ماذا يحدث خلف الكواليس؟ ابتداء الخطأ الجسيم في العملية السياسية هو ربط الأحزاب بالعمل المؤسساتي، هو الذي ولد هذا الصراع. يعني لو كان هناك فصل بين العمل الحزبي وبين العمل المؤسساتي لكان 90% من المشاكل السياسية في العراق زالت. طيب. وهذا الشيء يولد، يعني ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك وجود صراعات حزبية لنيل أكبر قدر ممكن من الأصوات. وهذا يختلف عن مصطلح المنافسة. فرق بين المنافسة وبين الصراع. المنافسة قضية محمودة، ولكن الصراع قضية مذمومة. لذلك اليوم القوى السياسية هي في المرحلة الثانية، مرحلة الصراع وليس مرحلة المنافسة. وعندما ندخل في مرحلة الصراع قد يتم استخدام السلاح، استخدام المال، استخدام ليش القوى الشيعية هي على أود صراعها أو إلها يعني تشهد توسع في هذا الصراع مثل ما تحدثت أنت حضرتك؟ والله أنا شوية صريح مع حضرتك، يعني أنا ومع الجمهور بشكل عام، أنا أعتقد لذلك نتحدث بهذه الساحة. تفضل. أنا أعتقد أن الصراع بالمناطق الشيعية قد يكون أقل حدة من بقية المناطق، يعني صراحة. أنت حضرتك قلت أربع خمس قوى، خمس ست قوى. نعم نعم. تتصارع. لأنه هذا دليل على أنه القوى السياسية الشيعية هي أكثر من حيث التشتت العددي. يعني في المناطق السنية الآن لدينا قوتين، في المناطق الكردية قوتين، في المناطق الشيعية لا تقريبا أربعة أو خمسة أو ست قوى سياسية، البارزة أربعة. فبكل تأكيد من تتعدد القوى السياسية سيكون الصراع يعني مختلف، ولكن الحدة تكون أقل في تلك المناطق، العدد أقل لكن الصراع يكون أكبر لأن المنافسة تكون أشد. في مناطقنا يعني في المناطق العفو ذات الغالبية الشيعية السياسية الانفتاح أكثر لأن قوى متعددة. لذلك خريطة العملية السياسية خريطة العملية السياسية ستشهد تعقيدا في المناطق السياسية الشيعية، بينما في تلك المناطق الأخرى السياسية الكردية والسنية وحتى التركمانية الصراع كبير، ولكن رسم الخريطة يكون أسهل لأن القوى قليلة. طيب أنا تأخرت على ضيفي داخل الاستوديو، وقتك موجود، أنا أرجع لك بوقتك. أبدا ماكو أي تأخر يا دكتور رياض إيمون. ضيفاني محترمان. بس هذه النقطة ما أريد أغادرها، ما أقدر أغادرها سيد المسعودي. التيار الصدري جزء من هذا الصراع، وإذا كنتوا جزء من هذا الصراع شلون تتعاملون مع هذا الصراع الشيعي؟
يعني ابتداء التيار الصدري منذ بداية العملية السياسية هو واجه تحديات كبيرة والجميع يعرفها، خصوصا في مواجهة الاحتلال الأمريكي بين عام 2003 إلى 2006، وتعرض كثيرا إلى الاضطهاد ولا يعني صراحة التهجير القسري وطرد عناصر من دوائر الدولة ومن الأجهزة الأمنية. فبالتالي أنا أعتقد أنه تجربتنا قاسية في هذا الموضوع، لكن حتى نكون واقعيين اليوم التيار الصدري قد تناسى الماضي ولكن يجعل منه درس. فبالتالي نتعامل بحكمة، نتعامل بوطنية عالية، لدينا علاقات في غاية الإيجابية مع جميع القوى السياسية، مع جميع المكونات، لإدراكنا أن العراق يحتاج إلى صراحة من يتعامل بهذا الأسلوب، أسلوب الوطنية العالية والحرص الحقيقي وبناء مستقبل واعد. ونعتقد أنه 3 قوى سياسية أخرى تشترك معنا، سنكون 4 قوى إلى 5 قوى سياسية بالمجمل قادرة على إنقاذ وانتشال العملية السياسية من ركامات الماضي ومن الصراعات والتحديات التي كان ضحيتها الأول والأخير الشعب العراقي وخيرات الشعب العراقي لا غير. هذه كلش نقطة مهمة سيد المسعود، يعني أرجع لك بخصوص القوى الأربعة والخمسة التي ستشترك معكم. أنتظر منك إعلان صريح سيد المسعود حتى يكون سبق لكم بهذا هذا الإعلان. سيد المحمدي أرجع لك سؤالي، بيان مكتب الكاظمي ذكر أنه موظفين داخل المفوضية متهمين بهذه القضية. سؤالي، إجراءات المفوضية شقد مطمئنة بالنسبة لكم أنتم كمرشحين؟ يعني طبعا الأكيد اليوم المفوضية بقانونها الجديد وبقانون أيضا الانتخابات الجديد وبأعضاء مجلس المفوضين اللي هم من القضاة، هذه هي إشارة إيجابية بصراحة. طيب. لنوع من الاطمئنان باتجاه إجراءات المفوضية في يعني إجراءاتها يعني إلى يوم الانتخاب، يعني جدول العمليات اللي هو بدأ من يوم تسليم الأسماء إلى يوم الانتخاب وما بعد الانتخاب. أكو نوع من الاطمئنان من المفوضية على اعتبار أنه المفوضية ترأسها قضاة، والقضاة هم اليوم يعتبرون المستوى الأول بالدولة في من ناحية أنه بقت هذه المؤسسة هي مؤسسة لا يمكن الطعن بها من خلال الممارسة المهنية. وأيضا بالقانون المفوضية وأيضا بالقانون قانون انتخابات أيضا من خلال تشريعه في اللجنة القانونية وأنا مقر اللجنة القانونية وضعنا شروط جزائية لكل من يحاول التزوير في يوم الانتخاب. إضافة إلى اليوم أنه الحكومة طبعا أن الحكومة هي اليوم التعويل على الحكومة وإجراءات الحكومة، وما ذكر أخي وزميلي الدكتور رياض بصراحة وما تكلم يعني بصراحة متناهية، التعقيد هو ليس اليوم الجانب الكردي ولا هو في الجانب السني وإنما هو في الوسط والجنوب بسبب وجود المظاهرات والاعتصامات والتشرينيين، وأيضا هنالك يعني رفض ل يعني خلينا نقول للممارسات الأحزاب. عندكم خصوم بالساحة الأنبارية. نعم. أيضا هنالك محاولة لإجراء تظاهرات قبل أيام لديكم في الأنبار. هذه التظاهرات من خارج الأنبار، ضرغام المالكي ودخول الأنبار. أما بداخل مناطقنا، مناطقنا اللي هم أكثر استقرارا من المناطق الأخرى. وتعقيدات المشهد السني تختلف عن تعقيدات المشهد. شنو تختلف؟ تختلف مثلا سياسيا اليوم. لو 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 لو. لا أمنيا. سياسيا هذا تنافس والتنافس مشروع في أي ساحة من الساحات، ولكن أنا أتكلم اليوم بمنظار الوطني. الكرد يعني وضعهم مستقر نوعا ما، والسنة موضوع حمل السلاح خارج نطاق الدولة أو الإمكانيات الحزبية من ناحية المال أو الأجنحة المسلحة، هذه تتفاوت ما بين حزب وآخر منطقة وأخرى. وأنا أعتقد التعقيد في المناطق الجنوبية واضح قبل مدة ومن خلال متابعتنا مع مجلس مع المفوضية المستقلة للانتخابات بأن هنالك يعني صعوبة في تحرك الموظفي المفوضية في المناطق الجنوبية وخاصة مثلاً في ذي قار بسبب يعني هشاشة الوضع الأمني والتحركات يعني الحكومية لكون المظاهرات والاعتصامات وما إلى ذلك. يعني الأجواء في تلك المناطق هي ليست أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات. اليوم احنا في مناطقنا السنية
لا أقول هي الإجراءات 100%، يعني على سبيل المثال وحضراتكم يعرف وكل المشاهدين ودكتور رياض، احنا مثلا عندنا تدخلات اليوم في مناطقنا الغربية أو في محافظة نينوى بالحشود العشائرية ومحاولة اختراقها من قبل كتل سياسية هي من المحافظات الجنوبية ومعروفة يعني بالضغط على أمري الألوية والأفواج والمنتسبين وجمع البطاقات ويعني إرغامهم على جمعها والتصويت لصالح مرشح سين أو صاد. هذه تدخلات هي تضر بمصلحة الانتخابات بالنهاية وتطعن في نزاهتها. شلون أشرتوها كتل أو جهات سياسية تحاول أن تخترق تجمعات أو جماهير سنية؟ ها نتكلم بوضوح أكثر. إحنا الساحة الأنبارية على سبيل المثال كل الأحزاب مرشحة، يمكن ما عدا الأحزاب الكردية، يعني الأحزاب الشيعية أغلبها هي مرشحة في محافظاتنا. هذا أنا حتى لا أنسى ويحتسب علينا، هسه أقول لك هذا اتهام. لا طبعا هو هذا الموضوع ليس تحليل وإنما هذه معلومات. في مجلس الوزراء دكتور خالد بتال السيد معالي وزير التخطيط طالب بتشكيل لجنة تحقيقية في عملية الضغط على آمري أفواج في المناطق الغربية، وهذا موضوع. السبب هو من أجل استمالتهم لتصويت لمرشح سين أو مرشح صاد. وكذلك في محافظة نينوى في الجلسة الأخيرة أيضا مجموعة من النواب قدموا تواقيع إلى السيد رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة ومفاتحات رئيس الوزراء بضرورة الحد ومنع أي تدخلات للضغط على آمري الألوية والأفواج في نينوى، وهنالك تدخل سافر وكبير جدا وواضح حقيقة ومؤشر لدى النواب ولدى الكتل السياسية في محافظة نينوى. لذلك هذه هي اليوم تقع على عاتق ومسؤولية دولة رئيس الوزراء، لأنه القائد العام للقوات المسلحة والذي نعتقد بأنه هو اليوم حريص جدا على إجراء انتخابات في 10/10 انتخابات تكون يعني على الأقل مطمئنة بالنسبة للجميع. أثرت ملف مهم جدا وتتحكي بصراحة، من هذه الجهات سمي لي، يعني هسه توصلت لكل هذه المعلومات أريدك تسمي لي هاي الجهات اللي وصفتها أنه تدخل تدخل سافر. شوف دولة رئيس الوزراء هو شكل لجنة وحقيقة هذه اللجنة هي لجنة تحقيقية. اليوم أنا حتى أنا بالنسبة لي نائب بالبرلمان وأيضا اليوم أنا مرشح، وبالتالي المؤشرات هي موجودة، ولكن هذه المؤشرات لا يمكن أن يعني ننطق بها إلا بعد إجراء التحقيق، يعني التحقيق الأصولي والتحقيق الرسمي، حتى لا أكون يعني في مكان افتراء أو يعني خلينا نقول تهمة واضحة. جهات شيعية تحاول أن تستغل حشود سنية. نعم باختصار يعني تدخلات رئاسة الحشد، يعني رئاسة الحشد الشعبي بها قضية، وهذا واضحة يعني تكلم بها أكثر من نائب وشخصت. مع هذا وذاك يقول لك بالقانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته. المؤشرات موجودة، المعطيات موجودة، حتى الشهود موجودة، وهذا على لسان الدكتور خالد بتالي، يعني هو ابن حديثة وابن المنطقة الغربية وهذا الموضوع طرقه في مجلس الوزراء. ومثل ما قلت لك احنا عندنا نواب من محافظة نينوى قدموا تواقيع إلى رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، فبالتالي هذه مؤشرات واضحة بالتدخل في مناطقنا. بكل الأحوال هنالك إشكالات، الإشكالات هي بدأت تتصاعد يوما بعد يوم، ومخاوف للمواطنين أو للكتل السياسية تجاه إجراء الانتخابات في 10/10. لذلك اليوم على دولة رئيس الوزراء، ونحن جميعا مطمئنين بأن دولة رئيس الوزراء لأنه هو رجل مستقل ولا ينتمي إلى أي كتلة من الكتل السياسية اللي بدنا نتكلم عليها، يتكلم عليها دكتور رياض أو نتكلم عليها سواء سنية أو شيعية أو الكردية. سيد يحيى، أنت أشرت إنه الحشد يحاول أن يخترق الجمهور السني بالأخص العشائر السنية وإلى آخره مما سلسلت به من حديث حضرتك. فتحت رئاسة الحشد فيما تفضلت به من حديث؟ هو طبعا قلت لك الموضوع يتعلق بالقائد العام للقوات المسلحه ورئيس مجلس الوزراء، ودكتور خالد بتال هو يمثل تحالف التقدم الوطني وهو قيادي، وبالتالي هو ممثلنا في مجلس الوزراء، فهو مارس دوره يعني التنفيذي
من خلال الطلب لمجلس الوزراء وطلب من قائد عام القوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية، وبالتالي احنا اليوم ولد الدولة ولد السلطة ننتظر نتائج التحقيق، وبالتالي إذا ما تم تشخيص هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه. وحتى يعني وزير الداخلية أنا انتبهت على يعني كلامه وحواره بأنه أحد يعني قرارات القائد العام للقوات المسلحة هو وقف النقل وكذلك تغيير آمري الألوية وآمري الأفواج اللي ينقسم منهم مثلا يميل لسين أو يميل صاد، أو يعني التنقلات في الوزارات الأمنية لها علاقة بالانتخابات طبعا 100%، وهذه إشارة كانت مبكرة وواضحة من القائد العام للقوات المسلحة، ولأن استشراف الموضوع بأنه أنه تستخدم بطريقة الضغط أو الابتزاز أو طريقة الميل هذا الفوج أو هذا اللواء إلى سين أو إلى صاد، هذه واضحة جدا، وبالتالي إجراءاته بعدم تغيير آمري الألوية وآمري الأفواج هي خطوة صحيحة ويشكر عليها، لأنها هذه يعني تمنع وتحد. مع هذا وذاك هنالك أيضا صدرت بعض القرارات أو الأوامر بنقل آمري الأفواج أو الألوية خلال الفترة الماضية، هذه تنبيه وهذه إشارة يفترض للقائد العام للقوات المسلحة الأخذ بها ومراجعة هذه الأوامر والقرارات ويعني العمل بحزم من أجل منع هذه الخروقات في تلك المناطق. هذه جزئية من مشهد كبير، يعني يفترض أن يكون مشهد مراقب ومتابع من قبل الحكومة في توفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات. جزئية من مشهد، شنو تقصد بهذا المشهد؟ بصورة عامة الفساد والتزوير لو مشهد لجهة معينة؟ لا طبعا المخاوف موجودة، دكتور رياض تكلم وأنا أتكلم والأمم المتحدة والمراقب، يعني المشهد ما تحدد بجهة معينة. طبعا المشهد بشكل عام يعني اليوم مثلا الأمم المتحدة وأنا أعرف بأنه مجلس الأمن دعم العراق بأعداد إضافية لمراقبة الانتخابات، هذا لو ما يعني عندهم نظرة بأنه لربما تكون يوم 10/10 هو يوم هذه الأعداد تنافس. اللي تتحدث عنها راح تقدر تعمل بمهنية وبحرية لو بالتالي هم يعني الأمم المتحدة راح يكون تقريرهم أو راح تكون مراقبتهم يعني معتمدة بالنسبة للمجتمع الدولي. تقريرهم راح يكون دقيق؟ طبعا هو هذا أحد تحديات العملية السياسية بالعراق هو وجود الأمم المتحدة والمراقبة، لأن أي مؤشرات في تقرير الأمم المتحدة راح يضر بالعملية السياسية والعملية الانتخابية وحتى الكتل السياسية. اليوم يعني تنافسه هو من أجل البقاء أو الاستحواذ أو أن تكون بالصدارة، وهذه ميزة راح تستخدم بين الكتل السياسية لأن البقاء للأقوى إن صح التعبير، ولكن إذا ما استخدمت الأساليب المرفوضة رسميا وقانونيا ذاك الوقت راح نقع بالمحظور. لذلك نحن جميعا ككتل سياسية أمام اختبار حقيقي في الالتزام بالضوابط والمهنية في إجراء الانتخابات، وخاصة اليوم نحن أمام شارع ثائر ينظر، وأيضا قسم من المتظاهرين والمعتصمين قد دخلوا ضمن التنافس الانتخابي وهم مرشحين أيضا، فهذه ساحة مفتوحة. فبالتالي من يمتلك المال السياسي ويمتلك النفوذ الحكومي والنفوذ السلاح راح تكون سطوته أقوى من المواطن البسيط الذي راد أن يشترك للانتخابات. هنا المعادلة برأيك اللي عنده هذا المال السياسي وهذا النفوذ بالسلاح وهذه القوة الغير قانونية إذا ما كانت نتائج الانتخابات غير مرضية له، توقعك احكي مع شخص سياسي توقعك شو راح تكون ردة فعله؟ يعني شو اكو توقعات طبعا هاي التوقعات لمراقبين ومحللين ومتابعين. ما بعد الانتخابات لربما تكون هنالك يعني ما نقول مصادمات أو ممكن تكون هنالك تحديات الحكومة، كيف راح يكون شكلها الحكومة، هي المفروض تقرأ هذا المشهد. وهنالك أيضا توقعات بأنه يوم الصدمة يكون يوم 10/10 بالنسبة لكثير من الكتل السياسية وكثير من الشخصيات، لأن صار 18 سنة تقريبا المواطن لم يرى يعني بصيص من الأمل في عراق جديد. لذلك أكو تحدي كبير جدا اليوم في 10/10 للجميع بأنه يبدأ عراق جديد بوجوه جديدة بأحزاب جديدة لربما تبني عراق جديد. هذا موضوع
يوم الصدمة. هذا وصف قوي، وصف كبير. شنو تقصد بالصدمة؟ الصدمة يعني شنو المقصود بالصدمة؟ من اللي راح ينصدم؟ وليش اكو توقع بصدمة؟ الأحزاب وكتل سياسية كانت لها وجود يعني بالوقت الحاضر أو بالماضي، لربما بعد 10 ما راح يكون لها وجود. كأنه تدري بشيء لا مو أدري. أكو مؤشرات يعني على سبيل المثال احنا اليوم، ودكتور رياض هو صريح وواضح، هو رجل مهني وأكاديمي وما مرشح الانتخابات، فيحكي براحته. فيعني نتكلم الآن بالمناطق الجنوبية، يعني مثلا عدم وجود مقرات، شنو هذا المؤشر؟ مقرات للأحزاب، عدم وجود حملات خلينا نقول انتخابية مريحة وبمناطق مفتوحة، شنو تأشر لهذا المؤشر؟ بالتالي أكو أجواء مشحونة. فإذا ما يعني كانت نتاج يعني مرضية بالنسبة لكتلة سين أو كتلة صاد أو الصراع اللي تكلم عليه دكتور رياض، يعني شيء أكيد ممكن نروح إلى يعني أمور لا تحمد عقباها، وهذه من مسؤولية الحكومة والكتل السياسية. ولا نتمنى أن يكون بعد 10 أو قبل 10 أي حادثة يعكر يعني صفوة وجو الأمن الانتخابي أو الأمن الشخصي للجميع. الأمور التي لا تحمد عقباها حتى لا أنساها، كتبتها راح أرجع لك بيها، لأنه السيد رياض المسعودي اليوم انطاني معلومات تخلي أي سؤال في ذهني أنسى. سيد المسعودي، القوى الأربعة أو الخمسة اللي تحدثت أنه ستنضم إليكم أو ما شابه هيك كان وصفك، منو هذه القوى الأربعة أو الخمسة؟ ابتداء طبعا ما ذكره معالي وزير التخطيط كان دكتور خالد بتال، كان يعني به الحشد العشائري وليس الحشد الشعبي. وبكل تأكيد أنا أضم صوتي إلى صوت أستاذ يحيى. القوات الأمنية 70% منها مؤدلجة، هذا واضح جدا. وبالتالي كان هناك أطروحات من قبل القوى السياسية. بس قبل تكمل أنا أعتذر عن مقاطعتك حتى يكون الموقف واضح، لندخل بإشكاليات خصوصا إشكاليات مواقع التواصل الاجتماعي. سيد رياض، أنت ذكرت قلت الحشد الشعبي. لا العشائري، عفوا، كنت تقصد العشائري، الحشد العشائري. نعم الحشد العشائري. نعم العشائري. تفضل سيد دكتور خالد. أنا دائما تابعه، ذكر الحشد العشائري. طبعا بالمناسبة سواء الحشد العشائري أو الحشد الشعبي، الحشد الشعبي يتبع إلى مناطق الجنوبية والوسطى، فبالتالي ما راح ينتخب ذيك المناطق. والحشد العشائري ينتخب في المناطق المحافظات الغربية إذا صح التعبير يعني. بالتالي أكو ضغوطات، نعم، من القيادات، نعم، شراء ذمم، هذا بينت لك، هذا التزوير كله موجود وما حيتدخل به. الآن الساحة مفتوحة للتزوير من النوع الأول. الحكومة تشتغل على النوع الثاني، تزوير ما بعد الانتخابات في تغيير النتائج. الجانب الأول الحكومة تدخل به، اللي هو استخدام آليات الدولة واستخدام النفوذ واستخدام المال، هذا انتهينا من عنده. موضوعك في غاية الأهمية، سؤال حضرتكم. تفضل. الصدمة اللي ذكرها سيادة النائب المحترم أستاذ يحيى يعني بها الخريطة السياسية الجديدة. وهذا جواب على سؤال حضرتك، أنه من هي القوى التي ستكون بعد 10/10/2021؟ يعني هسه أنت تتفق على أنه هنالك من سيتعرض لصدمة، سيتعرض لبوش، وضح لي هاي الصدمة شنو؟ لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. إذا لم، وهذا يعني نقطة مهمة، إذا لم يتم التزوير الأول خلصنا من عنده موجود. إذا ما تم التزوير الثاني التلاعب بالنتائج ستحدث الصدمة. شنو هاي الصدمة؟ بس الله يخليك. نعم، سيد المسعودي، خريطة سياسية. حلل لي إياها، ارسم لي إياها بصورة أوضح، حلل، فكك لي إياها، فهمني إياها أكثر، شنو هذه الصدمة سيد المسعودي؟ أنا فقط أعطيني مجال حتى أستفسر. الوقت لك، بس أنا أريد أفهم تعريف الصدمة السياسية التي سيتعرض لها الذين سوف ينصدمون. ليش اختاريتوا مفردة الصدمة؟ أكو شيء، وضحوا لي هذا الشيء. كل الأسئلة اللي سألتها وراح تسأل حتى جاوبك عليها. تفضل أبويا. سيدي العزيز، ابتداء التيار الصدري لا يؤمن بشراكة الأصدقاء، وإنما يؤمن بشراكة الأقوياء. السبب أنه يعني الجهة السياسية القوية تتخذ قرار بمفردها، تتخذ قرار وطني،
قادر على عبور المشاكل، على تصفير المشاكل، على اتخاذ قرارات جريئة. الأصدقاء لا يستطيعون ذلك، ترفع الصديق حتى ما يزعل، بالتالي الأصدقاء حتى ما يزعلون يزعلون العراق ويزعلون الشعب العراقي ويضيعون مستقبل الشعب العراقي. احنا بالتيار الصدري ما نؤمن بهذا الخط أبدا، لن نؤمن بشراكة الأصدقاء، نحن بحاجة إلى شراكة أقوياء. هاي الآلية من الشراكة جديدة عندكم لو قديمة سيد المسعودي؟ لا لا، هذا مفهوم جديد لدينا. المفهوم السابق، مفهوم السابق كان تجربة لدى جميع القوى السياسية، الذهاب إلى شراكة الأصدقاء. وجدوا هذا الصديق يوم يزعل يوم يرضى، وتنطي وزارة يرضى عليك، ما تنطي وزارة يزعل عليك. هاي فهمت، خلنا نرجع للصدمة. نعم. طبعا طبعا اليوم الشعب العراقي أخي الكريم بدرجة وعي أفضل من السنوات السابقة. طيب. بالتالي لا يؤمن بالتجارب. ماكو تجارب. لأن نحن أمام تحدي على المحك. لذلك أنا أتصور أن اليوم الشعب العراقي بموجب المادة 5 من الدستور هو مصدر السلطات، وبدأ يعرف، ومن خلال تغريدات لكثير من الشخصيات الثقافية والسياسية العريقة بدأت يعني تذهب باتجاه إيصال رسائل إلى الشعب العراقي، عليكم بانتخاب القوى السياسية القوية التي تستطيع أن تمضي بالبلد إلى بر الأمان. لذلك اليوم 12 قوة سياسية تنتج لنا حكومة بعد ماكو هذا، وتم الاتفاق عليه بالمناسبة. الورقة التي قدمت إلى سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله أنه ستكون هنالك جهات سياسية بعينها. شنو بعينها؟ يعني محددة تشكل الحكومة وتكون مسؤولة. كم جهة؟ لا محد مسؤول. كم جهة سيد المسعودي؟ وعدتني تتحدث بكل صراحة وأنت صريح، كل الاحترام لك. كم جهة؟ من هذه الجهات؟ يعني فقط لو تارك شوي، هاي الثانيتين أنا جايك. سيد العزيز، من يحدد هذه الجهات؟ صناديق الاقتراع. ولذلك نقول أن صناديق الاقتراع المقبلة سوف تفضي إلى قوة سياسية محدودة. لنفترض أن صندوق الاقتراع حدد الجهة اللي تحدثت عنها يا سيد العزيز، منو هاي الجهة اللي تتمنون يحدد صندوق الاقتراع حتى تعتمد؟ منو هاي الجهات؟ اولا السياسي مو فتح فال، السياسي ينبغي ان يكون لديه مؤشرات. المؤشرات المتوفره فتح فال يا سيد العزيز. انتم التيار الصدري متفائلين جدا بالورقه التي قدمت للسيد مقتدى الصدر، ما خلف الكواليس لا أبداً. الحديث الاصلاحي اللي تحدثتوا به فيما يخص هذه الجهات منو؟ اخي الكريم، نحن في التيار الصدري نؤمن إذا ذهبنا باتجاه تطبيق المادة 76 ثانيا من الدستور فنحن ماضون باتجاه الإصلاح الحقيقي. والقوى السياسية قد أرسلت مؤشرات إيجابية أنها ستمضي إلى تطبيق هذه المادة. أما يجي رئيس الوزراء وكل واحد يريد من عنده 4 وزراء وكلاء وسفراء وخفراء، يعني رئيس الحكومة راح طبعا يفرح بالمناسبة، يفرح. ليش يفرح؟ بدل ما يتحمل المسؤولية وفق المادة 78 والمادة 8 من الدستور ويقول أنا رئيس التنفيذ الأعلى ومسؤول عن كل شيء، يقول لك أنا ما مسؤول. هل تعلم أنه رئيس الحكومة الآن حصته بالقرار 10% فقط و90% موزع بين إقليم كردستان وبين الوزراء وبين المحافظين؟ سيد رياض باختصار، طيب شو عنده بعد رئيس الحكومة؟ اعطيني تصريح باختصار، 5 قوى ستقوم بتشكيل الحكومة المقبلة؟ وقد تكون 4. وقد تكون 4 قوى تشكل الحكومة المقبلة. هذه القوى قادرة على يعني تغيير. قوى مذكر، فلازم تكون 4 قوى، لأن يعني قوى مذكر 4 قوى. الله يسلمك دكتور رياض. هذه القوى الأربعة راح تكون قادرة على انتشال واقع البلد مما هو عليه إلى واقع أفضل حسب المعلومات المتوفرة لديك. ومن عراب هذه القوى؟ ومن المرجع لهذه القوى؟ هل هو السيد مقتدى الصدر نفسه؟ سماحة السيد، يعني عندما أطلقنا عليه الزعيم العراقي لأنه لا يؤمن بهذه المسميات، لذلك ذهبنا بهذا الاتجاه، اتجاه شراكة الأقوياء بدلا من شراكة الأصدقاء.
نحن نؤمن بإدارة وطنية خالصة للبلاد. مو شراكة يعني مو لا نؤمن بالمشاركة. نؤمن بالشراكة. المشاركة شيء والشراكة شيء آخر. المشاركة بين الأصدقاء. وهذا ما أنتجت لنا شيء. لذلك أنا من الآن أذكر لحضرتك. إذا لم نمضي بهذا الطريق فبكل تأكيد بشهر 12 الواحد أيضا سنكون أمام مطلب إجراء انتخابات مبكرة. وسيتم حرق الأخضر واليابس. أوف. بعد ما كنت بارخ الكريم أوف. أنفقنا تريليون و200 مليار دولار. والشعب العراقي ضحى كثيرا. وداعش يعني أجرمت ما أجرمت. والتدخل الإقليمي واضح والتدخل الدولي واضح. طيب إلى متى؟ لذلك كان قرار سماحة السيد عندما ذكر أنه لن يسكت. هذه عبارة لن يسكت يعني لن يسكت على الاستمرار بعملية سياسية بين الأصدقاء. نؤمن بشراكات حقيقية لإنتاج حكومة حقيقية تلبي طموحات الشعب العراقي، وبالتالي من يرى ذلك سيكون مؤيدا. لأن الجميع يعلم أخي الكريم أنه دون ذلك يعني سنشهد انتفاضات ومظاهرات واعتصامات جديدة تقول أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، مع بيان حقيقة نحن أوضحنا في كل في أكثر من محفل أن الطريق العملية السياسية الآن أمام يعني مفترق طرق. هذا الجديد في هذه الانتخابات. وإلا انتخابات المادة 64 تسمى انتخابات سياسية. لأن يعني تطلب حل المجلس، وحل المجلس لازم توافق بين القوى السياسية. بينما الانتخابات وفق المادة 56 دستورية. يعني لابد أن يتم إجراها. عدم إجراها يعني انقلاب على الدستور. يعني استمرار تحالف الأصدقاء سيحرق الأخضر واليابس بالعراق. خلي أرجع لداخل الاستوديو السيد يحيى. سيادة النائب تحدثت قبل أن أتوجه للضيف الآخر، تحدثت عن الأمور التي لا يحمد عقباها. شنو هذا التنبؤ؟ شنو هذه الأمور التي لا يحمد عقباها؟ طبعا ابتداء يعني يمكن ما اعرف سياق الحديث ما يخص موضوع الحشد العشائري والشعبي، فانا اؤكد الحشد العشائري وليس الشعبي بالنسبه للتدخلات الموجوده في مناطقنا، لان مثل ما تفضل الدكتور رياض بين الحشد الشعبي هم في مناطق الجنوب وانتخاباتهم تكون في مناطق الجنوب، لان هم من ضمن يعني انت تقصد انه كان حديثك عن الحشد العشائري، الحشد العشائري يعني قصدك عن الحشد العشائري مو العشائري. نعم الحشد العشائري يعني هو متواجد بمناطقنا وضمن دوائرنا، وهنالك مرشحين تابعين لسين وصاد بالنسبه للحشد العشائري. اما الحشد الشعبي لا ابدا. صحيح. بالنسبه لهذا الموضوع ماكو اي ملاحظه من هذا الخصوص. جيد. بالنسبه للموضوع الامور اللي لا تحمد عقباها الشراكه والصدمه والمرحله القادمه. اليوم تقريبا الوسط السياسي العراقي يعني يتكلم بضروره الاستفاده من الدورات السابقه. الدورات يعني؟ السابقه الكل يشترك. وبالتالي من الكل يشترك الكل يتقاسم السلطه ويكون ضمن السلطه. وهذا هذه الفكره هي ضد النظام البرلماني. النظام البرلماني في كل دول العالم واساس نشأته هو يقوم على المعارضه وال يعني التنفيذ، يعني جزء يكون بالدوله وجزء الاخر معارض. هذا المعارض يرصد ويشخص ويدافع عن حقوق، والذي يكون في السلطه هو يتحمل المسؤوليه. هذه مع الاسف يعني خلال الدورات السابقه الاربعه لم تكن واضحه ضمن هذا النظام، وهذا خلل في النظام البرلماني. لان النظام البرلماني هو من انجح الانظمه في العالم، وخاصه في مثل دوله العراق دوله متنوعه من المذاهب والطوائف. ولكن هذه لم تطبق. هذه جزئيه. الجزء الاخر موضوع الكتله الاكبر واللي ذكرها ايضا الدكتور، وهي ايضا من ضمن الاشكاليات التي اسست مع الاسف في 2010. تؤيدون الذهاب الى نظام رئاسي مثل ما يطرح البعض بعد ما فشل النظام البرلماني؟ لا ابدا. هذا الموضوع هو مو موضوع يعني مزاجي، هذا موضوع بالدستور. والدستور صعب اصلا تعديله بالوقت الحاضر. ونحن اليوم كمكون سني مع النظام البرلماني، لان هو نظام يوزع الصلاحيات لكل المحافظات. فمثل التعقيد اللي احنا نعيشه والمرحله الانتقاليه اللي احنا نعيشها لا يخدمها الا النظام اللامركزي وهو النظام البرلماني. طيب باختصار الوقت نفذ، تحالف تقدم كان جزء من الورقه الاصلاحيه التي قدمت للسيد؟ طبعا السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ورئيس تحالف تقدم هو الذي وقع كممثل عن المكون السني. والكتل الأربعة اللي ذكرها الدكتور رياض أنا أعتقد أحدها سوف يكون تحالف تقدم. ما مدى تقبل تقدم لرئيس وزراء من التيار الصدري؟
يعني بصراحة احنا اكو تفاهمات بالنسبة لتحالف تقدم، لديه تفاهمات مع كتل سياسية مؤثرة وقوية وعلاقة جيدة، ومن ضمنها ويمكن أو أولها هو التيار الصدري. هنالك تفاهم كبير جدا، ولكن هذا التفاهم لا يصل إلى مستوى التحالف، ولكن هذه تفاهمات أولية. وحتى يعني عودة السيد مقتدى والتيار الصدري للسباق الانتخابي كان لتحالف تقدم وللسيد محمد الحلبوسي دور كبير جدا في إعطاء تطمينات لمطالب السيد مقتدى للمرحلة القادمة. فبالتالي نحن إن شاء الله سوف نكون إن شاء الله شركاء حقيقيين في المرحلة القادمة. باختصار سيد رياض، أرجوك بنص دقيقة، يقال أنه من ضمن الورقة الإصلاحية، أو بمعنى أدق أنه التيار الصدري لديه نوايا صدرية في الذهاب لدمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية، وهذا اللي انتشر البارحة وأول البارحة على مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بهذا الموضوع. باختصار بنص دقيقة تفضل. يعني ابتداء هذا موضوع طبعا في غاية الأهمية بكل تأكيد، ولكن هذا الموضوع المهم سيد العزيز أنا ما أعتقد يناقش عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نحن في التيار الصدري رؤيتنا واضحة، وسيكون لدينا رأي واضح بعد الانتخابات في جميع القضايا المطروحة. ولكن ستذهبون بدمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية؟ أخي الكريم، الحشد الشعبي جهة أمنية تتبع إلى القائد العام للقوات المسلحة وفيها قانون، ولكن نحن بكل وضوح ضد استخدام أي جهة أمنية من قبل حزب سين أو صاد. سيد رياض المسعود، نائب عن تحالف سائرون عبر تطبيق سكايب، أنا أشكرك الشكر الجزيل. سيد يحيى المحمدي نائب عن تحالف تقدم، كنت أود أن أسأل حضرتك فيما يخص خدمة العلم على اعتبار نائب عن اللجنة القانونية، لكن الوقت لا أؤيدها وبشدة، وأعتقد في الدورة البرلمانية القادمة سوف تشرع، لأن هناك يعني مقبولية لهذا الموضوع. نتمنى. شكرا جزيلا لكما ضيفين عزيزين، السيد يحيى المحمدي والسيد رياض المسعودي. شكر لكم أيضا مشاهدين الأكارم لحسن الإصغاء والمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.